اول جزء بيشتغلوا تو ستيبس اكتيفيشن. الستيب الاولانيه بتحصل في الليفر ان سواء كان 2 او 3 بيتحولوا لاكتيف فورم اسمه 25 هيدروكس فيتامين دي او الكالسيوم يون. بعد كده السكند ستيب اوف اكتيفيشن بتحصل في الكيدني فبيتحول 25 هيدروكس فيتامين دي الى 1 و25 هيدروكس فيتامين دي، ده الاكتيف فورم اللي احنا بنسميه الكالسيوم يون. كده عندي 4 انواع من الفيتامين دي، فيتامين دي 2، فيتامين دي 3، والكالسيوم اللي هو 25 هيدروكس فيتامين دي، والنوع الثالث او الرابع 1 و25 هيدروكس فيتامين دي او الكالسيوم. اي شكل من دول انا ممكن اعالج منهم الفيتامين دي ديفيشنسي، ممكن ادي فيتامين دي 2، ممكن ادي فيتامين دي 3 بالسبلمنتيشن. لو العيان عنده مشكله في الليفر ولو اديته فيتامين دي وفيتامين دي 3 مش هيقدر يحصل له اكتيفيشن عن طريق الليفر، ممكن اديله 25 هيدروكس فيتامين دي دايركت او الكالسيوم. لو يعني عندي مشكله في الكيدني مش قادر يعمل اكتيفيشن للفورمال بتاعت الفيتامين دي سكند ستيب اكتيفيشن، انا ممكن اديله كالسيوم. يبقى انا كده عندي 4 فورمات من الفيتامين دي. هنرجع تاني نتكلم عن السورسز بتاعت الفيتامين دي. عندي السورس بتاع الفيتامين دي يا اما السكن نتيجه الافكت بتاع الالترا فايلت ريز، ودي تقريبا المشكله الكبيره في الفيتامين دي، ان 90% من اللي بيجي لنا فيتامين دي فيتامين دي 3 عن طريق السن اكسبوجر او عن طريق الجلد. تاني نوع بيجي او السورس التاني بتاع الفيتامين دي زي ما احنا قلنا من شويه الدايت، وده بيدينا نوع اسمه فيتامين دي 2 وبرضه فيتامين دي 3، وتقريبا حوالي 10% من الفيتامين دي اللي احنا بنحتاجه بيجي لنا عن طريق الدايت. يبقى المشكله كلها بتحصل ان انا لو ما قدرتش اخد فيتامين دي بتاعي عن طريق السكين او عن طريق السن اكسبوجر. نيجي نبص على قصه السن اكسبوجر وفيتامين دي سينثيسيس. الشهور بتاعه الصيف مفيش فيها مشكله خالص، ابتداء من ابريل لحد سبتمبر في شمس والدنيا حر وزي الفل وبنخرج نتعرض للشمس، فجسمنا بيقدر يتكون من حوالي 90% من الديمون بتاعنا بتاع الفيتامين دي. لكن المشكله الكبيره بتيجي في الخريف وفي الشتاء، ان مفيش سفشن سان، مفيش سفشن سان اكسبوجر، فما بقدرش اكون فيتامين دي، فانا بعتمد على الدايت اللي هي في الاول وفي الاخر ما بتديش الا 10% من الريكوايرمنتس بتاعت الفيتامين دي. المشكله الكبيره بقى ثانيه خالص ان سيادتك علشان تقدري تكوني سفشن بتاع ماونت الفيتامين دي عن طريق السان اكسبوجر عن طريق جلدك، لازم 40% من البودي سيرفيس اريا بتاعك تبقى اكسبوزد لمده 20 منت او 18% لمده 36 منت. واحفظوا الارقام دي كويس، وده طبعا بيستلزم ان سيادتك تلبسي البكيني وتقفي في البلكونه كل يوم تتشمسي، فطبعا يعني ايه هتلم جمهوريه مصر عربيه عليك ان شاء الله. يبقى القصه كلها مشكله ان انا ما عنديش سفشنت بودي سيرفيس اريا ولا سفشنت دوريشن ولا متاح طول السنه يحصل سن اكسبوجر، وبالتالي هتلاقي ناس كتير جدا عندهم مشاكل في فيتامين دي سبلمنتيشن. السورسز او الدايت سورس فيتامين دي 3 السورس بتاعه الانيمال والاويل فيش، ممكن الاقيها في السلمون والرنج والباكريل، ده اعلى كونسنتريشن فيتامين دي 3. ما بناكلهاش طبعا كتير عشان طبعا الظروف الاقتصاديه، يعني صفار البيض والتشيز والبيف، بينما فيتامين دي 2 السورس بتاعه بيبقى اليست زي المشروم والبلانت ودي الحاجات كلها. بس لو جينا نتكلم على الدايت، فالدايت في الاول وفي الاخر بتديك حوالي 10% من الريكوايرمنتس بتاعت الفيتامين دي، بينما 90% انا باخدها عن طريق الجل، السورس بتاعها الجل عن طريق السن اكسبوجر. الفيتامين دي فانكشنز سريعا، المين فانكشن بتاع الفيتامين دي ان هو يحافظ على المينراليزيشن بتاع البون عن طريق ان هو بيزود الكالسيوم والفوسفيت، لكن في اذر فانكشنز الفيتامين دي ان هو بيأثر على المين سيستم، بيحسن المناعه، بيعمل ايميوني ريجوليشن، سيلولار بروليفريشن، سيلولار ديفرنشيشن، وكمان ليه رول كانتي انجيوجينيسيس. يعني هو ليه رول عن طريق ان هو بيزود الكالسيوم والفوسفيت، بس ده مقتصر على البون بس. اذر رولز بتاعت الفيتامين دي ان هو بيشتغل على الميون سيستم وعلى سيل بروليفريشن وعلى سيل ديفرنشيشن وانجيوجينيسيس. اسباب الفيتامين دي ديفيشنسي لسه قايلين من شويه ان اشهر اسباب الفيتامين دي ديفيشنسي السفشن سان اكسبوجر خلال الوينتر والاوتن، الشتاء والخريف. الناس اللي ما بتخرجش بره البيت خالص، احنا كده طبعا في مصر مشكلتين، في ستات كتير جدا هاوس وايف ما بتخرجوش، وقصه كمان الحجاب شويه او دول يعني
تقليل الهدوم شويه علينا، ده برضه الناس بتوع فرع بيعلقوا عليها ممكن شويه بيشارك ان فيتامين دي يبقى قليل عندنا في الايستر او في الارابيك ارياز كومبيرد بالويسترن. الدارك كومبلكشن لان كل ما كان الجلد اسمر كل ما كان الميلانين كميته اعلى، كل ما كان الالترا فايلت ريز ما بتوصلش للجلد كويس، وبالتالي الناس اللي بشرتهم سمراء عند بيبقى اكسبوزد اكتر يحصلوا فيتامين دي ديفيشنسي. الفوتو بروتكشن الجلوزز والسان سكرين دي على فكره يعني ما تشكلش مشكله قوي، ان انا لو حطيت سان سكرين في الروح وفي المجاي مش هياثر لي على فيتامين دي ليفل. يا اما ديكريز انتيك ديكريز ابزوربشن بقى ابزوربشن سيندروم تبقى ديزيز رينا ديزيز. بعض الدراجز مهمه جدا ان انا بدي العيان سيستميك سترويد اتوقع ان ده هيحصل له فيتامين دي ديفيشنسي، فلازم اديله فيتامين دي وكالسيوم وانتي كونفالسنس تريتمنت بريجننسي والانفكس والايجنج والاوبستي ستاندر لايف الفراكشن ما بيخرجش. الفيجيتيريانز في كمان جينيتكس جينيتك جروب برضه ليها علاقه بالفيتامين دي ديفيشنسي، وبس في بعض الحاجات ما عندهاش اي حاجه من احنا ذكرناها وعندها فيتامين دي ديفيشنسي. دي دراسه اتعملت في ايران عن الفيتامين دي ديفيشنسي، لو جينا نبص عليها هنلاقي في النسب اب تو 93% 93% اب تو 78% 41% 71% 85% اب تو 85%، فالنسبه عاليه جدا. والبيبر دي في 2019 قالت ان في ورلد وايد ادر ان في فعلا على مستوى العالم كله في مشكله للفيتامين دي ديفيشنسي، سواء كان في العيال اللي هم كلينيكالي نورمال او العيال اللي هم سب كلينيكال مش عارف مش ظاهر عليهم مانيفستيشن. لو كده الاستادس اللي اتعملت في مصر في تو استادس اتعملوا على الفيتامين دي ديفيشنسي او ليفل في مصر. الاستاد الاولاني اتعمل في سنه 2012 وخدوا 57 هيلث جيرلز ما بيشتكوش من اي حاجه خالص، وخدوهم في السمر مانسز وجدوا تقريبا حوالي 24% عندهم انسفشن، نركز معلش الارقام دي insufficient فيتامين دي معناها فيتامين دي اقل من النورمال يعني اقل من 30. deficient فيتامين دي معناها فيتامين دي اقل من 20. كانت النسبه لو جمعناهم هيطلع حوالي 43% من السنان، بس كانت تقريبا حوالي سنه 2012. البيبر دي كانت اجدد شويه في 2021 وخدوا عدد كبير من العيال 572 سيكسي ادوليسنس ما عندهمش مشاكل خالص. ميلز وفي ميلز 99% من الانديفيدوالز او البيشنت اللي دخلوا في الاستادي عندهم فيتامين دي ديفيشنسي. كان الفيتامين دي انسفشنسي حوالي 4.2% من العيانين زي ما احنا قلنا انسفشنت معناها اقل من 30، وديفيشنت يعني حوالي 94% عندهم الفيتامين وشويه كمان 4.4% عندهم فيتامين دي ديفيشنسي يعني الليفل بتاعه اقل من 20. البرزنتيشن اوف فيتامين دي ديفيشنسي يا اما سب كلينيكال العيان ممكن ما يشتكيش من حاجه، وده اللي احنا بنتكلم عليه ده الابيديميك اللي موجود على مستوى العالم، وده زي ما احنا قلنا الجنرال بوبوليشن احنا بنتكلم على اب تو 50% نص الناس تقريبا على فيتامين دي ديفيشنسي، ومور في الجيريال بريجننت والانفانتس لان دول اكثر اعمار بيحتاجوا فيتامين دي سبلمنتيشن. في الكلينيكال برزنتيشن والكلينيكال برزنتيشن واسع جدا، اولها طبعا الايفكت بتاع الفيتامين دي ديفيشنسي على الماسكولو سكيلتال سيستم، العيال دي مش من عندها وجع عضلاتها وجع او وجعها مش قادره تعمل شغلها كويس، بتدوخ كتير، عندها نقص شغف، عندها ديبريشن، مزاجها نايم 60 دقيقه ولا احنا عارفين هي مزاجها من جوزها ولا هي داخله ديبريشن ولا هي عندها نقص سيبراليكس ولا هي عاوزه تخرج ولا تتفسح ولا تعمل الله اعلم كل الدنيا ملخبطه، تيجي تسال مالك يقول لك انا ما اعرفش انا همتانع انا تعبانه انا مزاجي بتاع والكلام ده كله. الناس اللي بتشتغل انفرتيلتي خلي بالكم، الناس اللي بتشتغل انفرتيلتي خلي بالكم كل عيان داخل سيكشوال ديسفانكشن كل عيان انفرتايل نسبه الفيتامين دي ليفل، وطبعا في كلوز لينك ما بين الكارديو فاسكولار ريسك او الكارديو فاسكولار كومبليكيشن والفيتامين دي ديفيشنسي. خلي بالكم الدبريشن والمود تشينجز برضه الفيتامين دي بيشارك فيه. في السكين ديزيزز اللي هي ريليتد فيتامين دي بتبدا من السورايسز والاتوبيس ديرماتايتس والاكسيوزز والاكني والاتش اس والتيليكو والنوفاس، دي بتشكل عليها ايفيدنس قوي شويه في الديرماتولوجي لها علاقه بالفيتامين دي ديفيشنسي. يبقى القصه قصه فيها تحليليه، هنرجع بعد هننتقل للستيب اللي بعد كده ان احنا نعمل انفستيجيشن للعيان. قلنا عندنا اربع انواع من فيتامين دي،
فيتامين اي 2 ايرجو فيتامين دي 3 الكوليكس فلو والفيتامين الاكتيفيتي فورم اللي هو 25 هيدروكس فيتامين دي وال 25 هيدروكس فيتامين دي او الكالسيوم هيلول اللي احنا بنقيسه في السيروم الموست اكيوريت فور اسيستنت في السيروم هو الفيتامين ال 25 هيدروكس فيتامين دي او الكالسيوم هيلول ده اللي احنا بنقيسه لا بنقيس فيتامين دي ولا 3 ولا بنقيس الكالسيوم هيلول بنقيس اللي هو النوع اللي حصل له فيرست ستيب اكتيفيشن في الليفر نحفظ جدا الارقام دي مهمه جدا احنا عندنا النورمال ليفل من 30 ل 100 انسفيشنت ليفل معناها اقل من 30 يعني من 20 ل 30 ديفيشنت ليفل معناها نزل اقل من 20 وسيفير فيتامين دي ديفيشنسي احنا بنقابل في كتير جدا دلوقتي يقول لك انا رحت عملت لسه واحد فعلا بيقول لي رحت عملت لقيته 6 7 ده احنا بنسميه سيفير ديفيشنسي الى حد ما خلي بالك ان العيال لو انت عملت له سبلمنتيشن ما تقلقش قوي ما بيحصلش توكسيستي بدرجه عاليه لان التوكسيستي الليفل بتاعها بيوصل اكتر من 150 وده ما بنشوفوش في الحالات يعني خالص او ان الكالسيوم ليفل كتر ما جيت فيتامين دي بقى عالي اكتر من 14 ملي جرام بالدي سي عشان نعمل فيتامين دي سبلمنتيشن لسه قليل شويه ممكن ندي فيتامين دي 2 الارجو ممكن ندي فيتامين دي 3 الكوليكاس فلو ممكن ندي الكالسيوم يون ممكن ندي الكالسيوم يون دي في السلايد دي انا قلت عليها في الاول لو انا عندي فيتامين دي 2 سبلمنتيشن بلاش لان البوتنسي بتاعته اقل من الفيتامين دي 3 فيتامين دي 3 ده موست بريفير فور ان انا اديه بشكل سبلمنتيشن عشان هو مور بوتنت يبقى الابزوربشن بتاعه احسن من الفيتامين دي 2 لو اديت كالسيوم او كالسيوم انا بديها في سبيشال سيتويشن الليفر فيه مشكله او فيه لاك ابزوربشن فيتامين دي مش هيحصل له اكتيفيشن عن طريق الليفر عطلان يبقى ادي 25 هيدروكس فيتامين دي الكدنه عطلانه هدي الاكتيفيتد فور 1 و 25 هيدروكس فيتامين دي لو في ريتال كومبتنت لو هو الكالسيوم يمكن حد فيه صوت ما بنلومش قوي احنا اكتر الحالات او اكتر السبلمنتيشن بتاعنا كدرماتولوجيست بندي فيتامين دي 2 او فيتامين دي 3 لكن اتفقنا ان بريفيرد فور الاحسن الاقوى ان انا ادي فيتامين دي 3 عشان كده تاني بيزكس اوف سبلمنتيشن هرجع عالي دايما بص على العلبه شوف ارجو ولا كوليك كالسيترول لو ارجو بلاش لو فيتامين دي 2 لان هو نوت بريفيرد كسبلمنتيشن ممكن ادي العيال سنجل ديلي دوز ممكن ادي له سنجل ديلي دوز ممكن ادي له ويكلي دوز ممكن ادي له مانثلي دوز خلي بالك انت ما بتديش العيال لحد ما توصله لل 30 او ال 40 او ال 50 وتروحه احنا بندي للعيال تو فيزز للتريتمنت في انيشال فيز او لودنج فيز وبعد كده بتمشيه بعد كده على مينتنس لما يبقى نورمال لان حضرتك لو وصلته لل 30 وظبطته وسبته هيرجع ينزل معاك ايه تاني وخلي بالك ان احنا بنديه بعد افتر فاتي بينا ده فات سولابل فايتر اول حاجه على العلبه بص على العلبه انا ما اعرفش انا خلاص خدت قاعده ان فيتامين دي 3 مور بوتنت مور بيتر في السبلمنتيشن عن فيتامين دي 2 بص على العلبه بتاعتك لو لقيت فيتامين دي 2 يبقى ده مش بريفيرد بعد ما بص على العلبه لقيتها فيتامين دي 3 بص على الجرعه بتاعتك هي دي اللي انت محتاجها دي لي ولا لا يعني الجرعه بتاعتك مثلا الاس يو دي لو فيها فيتامين دي بس فيها دي انترناشونال يونت هي سفشنت ولا مش سفشنت ده اللي احنا بنجاوب عليه في السلايد اللي بعدها خلي بالك من السلايد دي الفيتامين دي سبلمنتيشن زي ما احنا قلنا في عندي لودنج دوز لمده شهرين وفي عندي مينتنس دوز اللودنج دوز او اللودنج ستيج او الانيشال ستيج بتبقى لمده شهرين يا اما هندي فيتامين اي 3 وانس ويكلي بندي 50000 انترناشونال يونت او هندي للعيال ديلي خمس مثلا ارقام عرفنا الارقام دي من الليترشر مسهلها لزوله الحفظ بس يا اما هندي كل اسبوع 50000 يونت يا اما هندي كل يوم 5000 يونت العيال بتاعك طلع معاك لحد ال 30 لا او فوق ال 30 بتمشيه بعد كده مينتنس بتديه تاني 50000 انترناشونال يونت كل شهر مش كل اسبوع بقى زي اللودنج دوز او بتديهم 1000 ل 2000 انترناشونال يونت دي كل ثلاث شهور اعمل تشيك وتشيك على الفيتامين دي ليفل تعالى برضو نطبق الايه الكلام براكتيكال دي الحاجات اللي موضحها عندنا هنا في مصر اللي هو الفيتامين دي 3 بروجرام ما تهتمش قوي القنطره فيها قد ايه؟ القنطره عامه فيها 2800 والانزازه كلها تقريبا حوالي ازيد من 40 42 الف انترناشونال يونت
يعني لو مشينا بالجرعه اللي انا قلتها من شويه، انا ممكن ادي العيال قطاره كل اسبوع على كوبايه لبن مثلا لمده شهرين كده خلصت، وبعد كده ابدا بعد كده ادي العيال ربوه كامله كل اسبوع لمده شهرين، وبعد كده بعد ما العيال ترفع معاكي فوق ال 30 فما فوق، بعد كده مشيها على مينتنس ادي لها عبوه كامله اللي هو في العلبه عبوه كامله كل شهر تقريبا، او ممكن ادي قطاره او نص قطاره كل يوم اللي هي تقريبا تطلع حوالي 1400 تقريبا. انا ما بحبش ادي الديلي دوز، انا بحب ادي الويكلي دوز او المانثلي دوز علشان تحسن الكومبلاينس بتاع العيال اللي عنده بيكسرش، هي عبوه كامله كل اسبوع وخلاص. خلي بالكم جرعات. تعالى نشوف برضه بعض البرودكتس موجوده عندنا. سانسوزينك سي 3 جود. طيب الجرعه بتاعته كام؟ 10000 حلوه قوي، ممكن اديها قرص كل يوم لمده شهرين مفيش مشكله لحد ما العيال توصل 30، وبعد كده مشيها مينتنس، بس المينتنس لازم انزل شويه، المينتنس بتاعي يبقى 1000 ل 2000 انترناشونال يونت ديلي. طيب الانجكشن، لو هدي ليفارول هندي ليفارول سنجل انجكشن تو بي ريبيتد افتر 3 تو 6 مانثس اكوردنج للفيتامين دي ليفل. لو العيال طلعت معاكي فوق ال 30 وبقت نورمال مشيها يا اما على الدي دوز من 1000 ل 2000 انترناشونال يونت، او الويكلي دوز او المانثلي دوز اللي هو المينتنس دوز، بدي عبوه كامله مثلا بيضرب 50000 انترناشونال يونت تقريبا في كل شهر. كونترا انديكيشن سريعه، لو كان العيان عنده سوري هي مكتوبه المفروض هايبر كالسيميا مش هايبو كالسيميا، كونترا انديكيشن هايبر كالسيميا مش هايبو، هايبر باراثيرويديزم هايبر سنسيتيفيتي للفيتامين دي، سيفير رينال امبيرمنت لو في سركيدوزس، لان سركيدوزس معاه هايبر كالسيميا والجلينيوم بيطلع لي اصلا فيتامين دي، او لما يكون في ميتاستاتيك بون ديزيز ومعاها برضه هايبر كالسيميا. هل حالات الفيتامين دي لازم ادي معاها كالسيوم سبلمنتيشن؟ مش كل حالات الفيتامين دي لازم ادي معاها كالسيوم سبلمنتيشن الا اذا الكالسيوم عندي ديفيشن، يعني فيتامين دي لوحده مش الوظيفه بتاعته لازم، مش الوظيفه الوحيده بتاعه ان هو بيزود الكالسيوم بيعمل لي اوفر مينراليزيشن، ده هو لو قليل والكالسيوم نورمال هتلاقي بقى عند العيال مشكله في الميت سيستم والدبريشن والبون ايك والماسكوسكيتال مانفستيشن و و الكلام ده كله احنا قلنا عليه، وبالتالي ما تحطش كالسيوم مع فيتامين دي الا لما يكون في عندي هايبو كالسيميا. برضه انديكيتد في السيفير فيتامين دي افشنسي مع هايبو كالسيميا وهايبر باراثيرويديزم لو العيال عندها برضه هايبر باراثيرويديزم، او العيال عنده اوستروبروزس تحط بقى ساعتها الكالسيوم مع الفيتامين دي. التوكسيستي على فكره ما تخافوش منها قوي، ده بتحصل مع الدي دوز اب تو 2000 سوري اب تو 2000 انترناشونال اللي احنا قلنا عليها سيف جدا. الدوز حتى العاليه شويه ما تقلقوش منها، هو لحد ما سيف شويه. المانيفستيشن بتاع التوكسيستي زي الهيدك والنوزيا والفوميتنج ميتاليك تيست نوفلوكالسنوزس لو زاد الليفل عندي قوي، لكن خلي بالك دي دوز اقل من 10000 في السيف سايد ما تقلقش، بس برضه كل ثلاث شهور هتقيس الفيتامين دي ليفل. وثانك يو